سعيدة بالرغم من كل الظروف الصعبة، إلا أنه البعض في لبنان مصرين أنه يكملوا بأعمال فنية فيها رسائل أمل أو حب أو حتى توعوية سياسية. وهيك قرر المخرج عادل سرحان يعبر بفيديو قصير تحت عنوان كش زعيم عن واقع الحالة اللبناني وتعامل المسؤولين السياسيين الفاسدين مع المواطنين. فتوجهنا إلى استوديو هالمخرج اللبناني النشيط صاحب العديد من الأفلام مثل خليت وردي وبيترويت وعشرات الفيديو كليبس، وأجرينا مقابلة معه أكدنا فيها أنه الواقع السيء يلي عم نمر فيه ما رح يوقف بوجه مشاريعه الكتيرة يلي منا فيلمين جديد وسيت كوم كوميدي رح يبدأ العمل عليهم بالأشهر القادمة. كش زعيم فيلم سينمائي قصير مدته 8 دقائق تقريبا، بطولة سعد حمدان، حسن حمدان، جورج حران، محمد فعاني، جوي خوري، بالإضافة لعدد الممثلين، وكمان بالإضافة للفنان اللي بنحبه كتير عفيف شيا. كتابته وإخراجي والفيلم لسته ما بتقول كتابة الفيلم، هو ما في ولا كلمة، ما في ولا كلمة، هو قوة الفيلم أنه هو صامت، ما في الميوزك عم تحكي. الميوزك إذا بدك الساوند إفكت والتفاصيل هي بتوصلك لمحل أنه في عندك فويس أوفر واحد لما بقول لك آخر الشيء أن الاتصال بالمواطن المطلوب غير متوفر حاليا بسبب تحرره من سجن الزعيم الفاسد. هيدا الفيلم يعني وصل لمحل يا أخي يتحرر، هي الفكرة أنه تحرر من هذا الزعيم الفاسد لحتى تعرف شو بدك تعمل، لأنه طالما أنك أنت مربوط أو مقيد عم نحكي الزعيم الفاسد ما فيك تعمل شيء. ثلاثين سنة من الفساد اختصرناها بسبع دقائق واربعين سنة. ثلاثين سنة من كل الفساد والهدر والظلم والاستعباد لمواطنين أو لناس مسمينهم مواطنين هني بالأصل تبعيين وصلونا لهون، لأنه الزعيم بلا ناس تبعية لأنه ما أنه زعيم. أنا بالبلد باقي، بصير الدولار ب20، بصير ب10، بصير ب15، أنا باقي ما راح فل. أنا سافرت وتغربت كتير بحياتي وعشت بأمريكا وبالخليج وما خليت محل بأوروبا، بس هلا أنا باقي بلبنان، ما راح أترك، اللي بده يفل يفل، لو بده يضل في كمشة أمل شوي صغيرة من هالوطن بدي ضلني أنا مآمن. لابد أنه يوصل لمحل وتزيح العتمة ونلاقي شوية نور. خلينا نعتبر هيدي أيام مرة مرقعة الكل. لا يا حبيبي، بدنا نشتغل مع الكل. انا بعلم من خلال شاشتكم انه انا بقدر ساعد كل الناس وما يخافوا انه شيء دولار وما دولار وكذا. لا، بنشتغل لانه هيدا بالنسبه لنا هو باشن، يعني منا فكره انه بس شيء تجاره، نشتغل هذا الشيء لانه بنحبه وممنوع يوقف. لو حتى ما نشتغل ببلاش ما نضل نشتغل، ما فيك يعني الشغل. بقول لك كان ستي تقول الشغل بركه حتى لو كان صخره. أن الاتصال بالمواطن المطلوب غير متوفر حاليا بسبب تحرره من سجن الزعيم الفاسد. لهون مشاهدينا بكوصل فقرة فن الخبر لنهيتها.